مرحبا بكم مشاهدينا الكرام مشاهدي قناة شوف تي في. مرحبا بكم على هذا البث المباشر الجديد الذي ننقله لكم الآن هنا من مدينة طنجة في الفترة المسائية، كيفما كتب معنا الآن مشاهدينا الكرام مشاهدي قناة شوف تي في. حركة سير مرورية، أننا كنشوفوا الزحام هنا بزاف والبلوكاج كان هنا في الطريق هنا جنب السويقة ديال بنديبان. كيف ما كتابعوا معنا مشاهدينا الكرام هنا مشاهدي قناة شوف تي في قناة الشعب، البلوكاج كثير هنا في هذا المساء، تقريبا حوالي الساعة الثالثة مساء، زحام وأن الناس في الطوموبيلات ديالهم أنهم ما كيلقاوش المرور كيف ما كتابعوا معنا الآن هنا مشاهدينا الكرام. كان واحد البلوكاج، كان طريق أنه مزحمة شوية، أن الناس الطوموبيلات ديالهم خارجين في هذه الفترة وفي هذه الفترة المسائية كيف ما كتابعوا معنا الآن مشاهدينا الكرام. على خلاف الساعة في الصباح لما كتكونش واحد الحركة ديال المرور بزاف، فبالنسبة للمساء أنه كيشهد مدينة طنجة واحد العرقلة في هاد حركة السير. إذن كيف ما كتبوا معنا الآن مشاهدينا الكرام مشاهدي قناة شوف تي في، حتى من الأزبر هنا تغزو مدينة طنجة، كنشوفوا أن الأزبر كتكون كثيرة في هذه الفترة. إذن مشاهدينا الكرام مشاهدي قناة شوف تي في قناة الشعب، كيف ما كتبوا معنا الآن ازدحام بزاف بين الطوموبيلات وكذلك بين الحافلات نقل العمال والتاكسيات كذلك، فكان واحد الزحام في هذا المرور في هذه الفترة المسائية. إذن كما كتبوا معنا الآن مشاهدينا الكرام مشاهدي قناة شوف تي في، أن السيارات واقفة ومبلوكية بالطريق كيف ما كتابعوا معنا الآن مشاهدينا الكرام، كنشوفوا أن الطريق حتى كذلك ضيقة، وحتى أصحاب المحلات أنهم كيخرجوا السلعة الطريق أنه كيضيق المرور على أصحاب السيارات وكذلك أصحاب الدراجات. إذن كيف ما كتابعوا معنا الآن مشاهدينا الكرام مشاهدي قناة شوف تي في، العديد من السيارات أنها واقفة بحكم اختناق حركة المرور وكذلك عرقلة السير، اللي كنشوفوا أن العديد مجموعة من الطوموبيلات أنهم واقفين بحكم أن اختناق مرور كذلك حركة السير والزيادة كذلك ديال عدد السيارات والعربات اللي متنقلة في هذا الأثناء. إذن مشاهدينا الكرام مشاهدي قناة شوف تي في، إلى جانب هذا الاختناق المروري كيف ما كنلاحظوا أن مجموعة من الأزبال حدا الحاوية بحكم أن كيخليو الناس البركاسات وكيلوحوا الزبل ديالهم حدا البركاسات، فهذا المشهد اللي كثر في مدينة طنجة أن الأزبال كتكون مليوحة بزاف حدا البركاسات، أن الناس أنهم سواء الناس ولا الباعة المتجولين ولا بعض الأشخاص أنهم كيرميو الزبل إلى جانب البركاسات كيعطيو واحد الريحة كيفاش نقولوا خانزة بزاف لمدينة عروس الشمال، فمثل هذه الأمور لا يجب أن تتكرر هنا في مدينة طنجة بحكم أن الأزبال عندها بلاصتها وعندها المكانة ديالها، فحشومة أنها تلاح في الشوارع وكذلك في الأزقة اللي كيمروا منها الناس وكيمروا منها مجموعة من الأشخاص. إذن كيف ما كتبوا معنا الآن مشاهدينا الكرام مشاهدي قناة شوف تي في، بقى حركة المرور أنها كتشهد عرقلة واختناق كذلك في حركة المرور بين مجموعة من السيارات أنهم واقفين الآن.
خاصة هنا في الفترة المسائية اللي كيكون الناس خارجين أنهم من العمل ولا خارجين من المنزل ديالهم أنهم يمشيوا ويقوموا بوجبة الغداء أو لا رايحين من العمل للمنزل أو من المنزل للعمل، فكيكون هناك واحد الاختناق كبير قد بالنسبة للسيارات اللي كيكونوا جميع السيارات كتبغي تمر، وكيكون واحد الاختناق في حركة المرور وحركة السير كما كتابوا معنا الآن مشاهدينا الكرام مشاهدي قناة شفتي. كيف ما كتابعوا معنا الآن مشاهدينا الكرام مشاهدي قناة شوف تي في، الصورة أمامكم هنا تقريبا حوالي الساعة 3 مساء، فكان اختناق كبير في حركة المرور هنا في جنب السويقة ديال بن ديبان. كيف ما تابعتوا معنا الآن مشاهدينا الكرام على قناة شوف تي في من خلال هذا البث الحي والبث المباشر. إذن شكرا لكم مشاهدينا الكرام مشاهدي قناة شوف تي في على حسن التتبع، فحاولنا نقربكم أكثر من الأجواء هنا في الفترة المسائية، خاصة اختناق المرور والسيارات إلى غير ذلك. فكيف ما تابعتم معنا المشاهدين الكرام على قناة شوف تي في هناك كان اختناق كبير في حركة المرور بين السيارات، سواء السيارات الأجرة أو السيارات العادية ديال المارة. فشكرا لكم على حسن التتبع، فنلتقي في بث مباشر آخر. إلى اللقاء.